عن موقف مستحيل تنسيه؟ يعني شخصيتك قبل وبعد الموقف ده تماما مختلفة. شوفي، يعني هي الفكرة كلها فكرة ال ال أنا كان في حد، بس هذا في الاجتياح طبعا 2004، كان في اجتياح بري لغزة. في حد كنت كتير، كان من يعني صداقة عيلة وزي أخويا الصغير. هاي الفترة هو كان طالع على ال ماخد سلاحه وطالع، هو كان عمره شي 15 سنة. 15 سنة شايل سلاح وطالع. طبعا كان طالع واستشهد على الحدود وهو ماسك سلاحه، لهلا المنظر ما بيروح من عيني. وأول مرة أشوف شهيد فعليا كان هو، كان هذا الشخص قدام عينك حصل. طيب، اللي بدي أحكي إنه إحنا مش حياتنا وردية، صح؟ إنه إحنا من حقنا زينا زي أي دولة تانية أو أي شعوب تانية إن هي تعيش بأمان. إحنا الطفل بيبقى نفسه، يعني أنت لو شفتي خلال الحرب هذا هتلاقي الأطفال في منهم بيلعبوا، يعني اللي انقصفوا أو اللي ماتوا بالمستشفى المعمداني ما كانوا أطفال وبيلعبوا قبلها بليلة أو الصبح. شفنا الفيديوهات على السوشيال ميديا، الكل كان بتلعب في جنينة المستشفى. الموضوع يعني، الموضوع يا أستاذتي ملهوش علاقة بدين، العلاقة أنت إنسان بتشعر عندك إحساس بهدول الناس ولا لا. وللأسف المجتمع الغربي مساند للاحتلال بشكل كبير، وهذا شفناه يمكن في قمة السلام اللي اتعملت بالأمس في القاهرة. دخلوا وأيدوا موقف الاحتلال في الدفاع عن نفسه. طب وإحنا كشعب، إحنا كشعب وين إحنا؟ إحنا الأرواح اللي بتموت. انت متخيله انه انت من كتر ما انت مش عارفه هدول افراد اسرتك مين هم، اشلاء محطوطه بالارض على امتداد بصرك، وتلمليميهم كلهم وتحطيهم بكفن واحد لانك انت مش قادره تجمعي الجسد كامل، اشي صعب. الصعب وما بتلاقيش كلام تقوليه. وبعدين انت احنا في التلفزيون اللي هو بتخشي بيوت الناس، فقدر الامكان لازم تبقي هادية. يعني مش هقول ضحك الناس، بس الواحد بيسمع حاجات، ويمكن أنا عشان قاعدة قدامهم فيس تو فيس الموضوع صعب جدا يا جماعة. الناس دي لما بتبقى قاعد قدامها كده بتحس إحساس في قهرة كده ما بتتشافش في الكاميرات، مش هعرف أوصفها لكم عشان إحنا على الهواء، ومش يعني مش عايزة أروح في الحتة دي، بس